السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، كنتمنى من الله عز وجل تكونوا بخير وعلى خير. وانتم ما كتشاهدوا هذا الفيديو، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم بشرة شانيل. فكيف ما عودتكم اخوتي كنحكي لكم الاحداث القادمة من مسلسل المكتوب اللي خلق ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي. فكيف ما شفتوا اخوتي، فسليمة بنت المعطاوي بلغت على هند وغادي الشرطة وتلقي عليها القبض، ومها حليمة ملي غادي تسيق الخبار غادي تمشي تجري للكوميسارية. فتما عمر المعطاوي حتى هو غادي يسيق الخبار وغادي يمشي عندها الكوميسارية ويخرجها منها. فعمر المعطاوي من بعد ما خرج هند من الكوميسارية فغادي تطول العلاقة بيناتهم، وهند غادي تولي ترتاح ليه، وعمر المعطاوي غادي يبقى دائما يوصل هند حتى لدارهم. وتما يوسف غادي تجيه الغيرة، وعمر المعطاوي غادي يطلب هند للزواج، وهند غادي تمشي تجري عند امها حليمة وتقول لها بلي عمر المعطاوي طلبني للزواج. وتما حليمة غادي تطير بالفرحة وغادي تبدا تزغرات وغادي تقولها لصحاباتها. والباتول من بعد ما عرفات بلي عمر المعطاوي طلب هند للزواج فتما غادي تقول ليه فوت عليك بنت الشيخة، وهو غادي يقول ليها هذه آخر مرة تقولي عليها بنت الشيخة. والباتول غادي تعيط لولدها المهدي اللي في كندا وغادي تقول ليه خصك تجي ضروري باش نوقفوا هذا الزواج. ومن بعد عمر المعطاوي غادي يتزوج مع هند وغادي يديها للدار، وتما غادي تعيش هي وماماها حليمة. عمر المعطاوي من بعد ما غادي يجيب هند فهنا غادي يستقبلوها وغادي تسلم عليها الباتول، وهنا سليمة ما غاديش تبغي تسلم على هند. والباتول وسليمة غادي يبقاو يديروا في الخطط باش يفرقوا عمر المعطاوي على هند، لكن جميع المحاولات ديالهم غادي تفشل. ومن بعد عمر المعطاوي غادي يبغي يبدل هند الشكل ديالها ويرجعها تشبه لمراته اللي توفات مريم. وهنا هند ما غاديش يعجبها الحال نهائيا، غادي تبغي عمر المعطاوي يبغيها هي، يبغي هند ماشي غير حيت كتشبه لمراته مريم اللي توفات. فهنا عمر المعطاوي وهند غادي يكونوا جالسين في الطوموبيل، والمعطاوي غادي ينسى شي حاجه ويمشي يجيبها من الدار، وهند غادي تبقى جالسه في السياره بوحدها. وغادي يجي عندها يوسف ويقول لها عيد ميلاد سعيد، وغادي تقول ليه هي شكرا، وغادي يقول لها هو اشنو عجبك في هذا الشارف، شوفي انتي شحال زوينه وشحال جمعك هذا اللون الزرق، وغايقول ليها اه حيت هو عنده الفلوس حتى انا راني عندي الفلوس. فهنا هند غادي تدور فيه وغادي تقول ليه جمع راسك، فهذا اللي كتهضر عليه راه راجلي. وعمر المعطاوي غادي يخرج حميد من الخدمه، وحميد غادي يمشي عند الباتول ويقولها ليها، وغتقول ليه هي الا بغيتي نرجعك للمنصب ديالك خاصك تطبق اي حاجه تنقولها ليك، وخاصنا نديرو شي خطه اللي نتهناو فيها من الشيخه وبنتها. فهادو غادي يكونوا توقعات الحلقات القادمة من المسلسل الناجح المكتوب اللي صراحة بدعوا فيه الممثلين كاملين. فهنا اخوتي كنكون وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا على حسن المتابعة، الى فيديو قادم ان شاء الله، مع السلامة.